من جهة أخرى، سقط عشرات القتلى والجرحى في غارات جوية شنتها المقاتلات الروسية والسورية صباح اليوم على أحياء تسيطر عليها المعارضة في حلب، واستهدفت كلا من حي الصخور وأرض الحمراء وحلب القديمة وبستان القصر والكلاسة. كما استهدفت الغارات التي فاق عددها 15 غارة أحياء طريق الباب والحرابلة والمرجة وبعيدين والصالحين وغيرها، مما خلف دمارا واسعا في منازل المدنيين. لا يزال أبو محمد يبحث عن ناجين من أسرته بين ركام منزله التي دمرته طائرات النظام الحربية في حي الكلاسة بحلب، بعد أن قصفت الحي بغارتين جويتين أدت لمقتل وجرح عشرات المدنيين، فضلا عن دمار هائل في الممتلكات. ما هي إلا دقائق قليلة لتغير تلك الطائرات على حي بستان القصر الملاصق للكلاسة لتدمر شارعا حيويا بما فيه وتقتل البسمة في قلوب من تبقى من قاطني الحي على قيد الحياة. في حي الكلاسة الساعة 8:30 9 الصبح ضرب صاروخين ورا بعضهم، طيارة روسية ضربت صاروخين ورا بعضهم، قتلت الخلق عيلتين ورا فوق بعضهم، طبت البناية كلها على الأرض. طبت البناية، مرة بيركي عم تسترزق الله حتة بسطة صغيرة هيك عم تبيع شفرات وعم تبيع أقلام ودفاتر وهالشغلات هي، نقصت بالنص، شلنا إجريها من مكان وشلنا راسها من مكان وشلنا جسدها من مكان، هذا بريده الله. هيك نحن يا بشار، إمتى كان الشعب السوري هيك؟ لم تستثني حملة النظام الممنهجة منذ 6 أيام على مدينة حلب فرق الدفاع المدني والإسعاف الذين ينقذون المدنيين من تحت ركام الموت، لتقوم أولا باستهداف مركز الدفاع المدني في بلدة الأتارب وتقتل 5 من طواقمه، وتقصف المشفى الرئيس في مشفى السكري بحلب وتقتل 4 من طواقمها وأطبائها، وتدمر معدات المشفى الطبية، فضلا عن العشرات من المدنيين والجرحى المتواجدين داخل المشفى. تم استهداف المشفى صار أكثر من مرة خلال الفترة تواجدنا هون، خلال هالأسبوع الماضي أو نعتبر نحن يمكن من 10 أيام أو أكثر صار في كتير استهدافات للمدنية في المناطق المحيطة والمحررة بشكل عام. آخر استهدافات صار هي تاني مشفى باستهدف النظام تخرج عن الخدمة نهائيا. صار عندنا خسائم الكادر، من الكادر نفسه، من تمريض ومن فني تخدير ومن مسعفين ومن صيانة موجودين عندنا كمان الله يرحمهم ويتقبلهم، عدا عن الإصابات اللي تم تحويل منا حتى على تركيا من إصابات بالغة كتير. خلال تغطيتنا للمجازر في حي بستان القصر قامت طائرات النظام باستهدافنا بغارة جوية كادت أن تودي بحياة طاقم أخبار الآن، كما قتلت عشرات المدنيين في الحي. عدد ضحايا تقريبا دماء الأبرياء تدفع يوميا ثمنا لعملية سياسية متعثرة، فمشهد الموت والدماء في حلب بات واضحا في عيون من قرر البقاء في أحيائها على الرغم من إبادة جماعية تتعرض لها. لأخبار الآن، معاذ الشامي، مدينة حلب.